أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت
السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ صلى الله عليه وسلم ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية من يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لموفوهم نصيبهم غير منكوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك
وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير وإن ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير حاضر صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير
فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير اجل حالك يا سيدي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم وأقم الصلاة وأقم الصلاة
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان
كالقرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به سيدي أتكبر الله منا ومنكم يا سيدي. وكلا نقص عليك
جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبد وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم.